تعالوا نتكلم على شوية ريفاينمنت لللوك بتاعها. هنروح للمير كده، احنا خلصنا من الفراكتلز. ممكن تعلي الكومبلكستي شوية لو انت حابب يبقى فيه ديتيلز وتفاصيل. انا مش عارف اخر كام سي، اخر 10 فعلا بتدي تفاصيل كويسة. ممكن نروح ل 600، دي ممكن نخليها 200 في 200. هناخد شكل زي ما انتم شايفين، بقى الشكل هيبقى ابستراكت اهو. هو ده بقى هنا زي ما قلت، هنا من ديزاينر للتاني، يعني انت بقى براحتك، يعني عيش زي ما انت عايز حسب اللوك اللي انت عايز تاخده. المهم تعالوا نرجع هنا للشيدر. شيدر هنا شكل الابستراكت ده، ممكن اقول له هنا الشيدر يبقى دنسيتي، ممكن اقول له يبقى فوم، ممكن اقول له يبقى فلات. انا كده كده هنشتغل على طول على دنسيتي. عايز تجرب جرب، يعني عايز تجرب شكل الشيدر نفسه جرب، بس انا قلت دنسيتي احسن. البلند مود هيبقى اد، ديبت بافرنج ما عندناش، مش عايز اتكلم فيها. لكن الدرو هو اللي فيه كلام. هنا فيل ممكن اقول له واير فريم لو انا عايزه بالشكل ده، وهنشوف التكست كتير ازاي، نظام افلام الرعب كده، حاجه كده تمام ماشي. فاحنا ممكن نعمل حاجه ظريفه وبنت حلال. ايه هو بقى اللي ظريف وابن حلال؟ هو البلند مود ده لو انا قلت له نورمال ماشي، انا كده هخلص من اللمعان ده الى حد ما. انا فعلا مش محتاج اللمعان ده قوي، بس انا محتاج يبقى فيه لمعه بس ما تبقاش جامده قوي كده. فالبلند ممكن اقول له نورمال، ممكن اقول له سوبر اد، ده كده هتولع خلاص. انا مش حابب دي، لو انت مش حابب انها تبقى بالشكل ده كده، فانا مش عارف نورمال افكت دي ظروفها ايه. هتقفله ولا مش هتقفله؟ مش عارف بقى. 14% خليها 50. طب الدنسيتي افكت، اوبس، خلينا على اد. هي عجباني هنا لكن مش عجباني هنا. طيب والله احنا هنعمل حاجه ظريفه قوي. احنا بدل ما نخليها واير فريم هخلي حاجه اسمها فرونت فيل والباك واير فريم. لو احنا عملنا كده انا خدت مزيد من الاثنين، بقى الفرونت عندي دنسيتي والباك عندي واير فريم، كده انا خدت فعلا مزيد من الاثنين. زي ما قلت، تمرين زي ده ولا كلمه من اللي انا قلتها ثابته، ولا كلمه. جرب وغير وبص اخترع تمام، اخترع فعلا زي ما انت عايز. هنا اللاين الحاج الخط لو انت عايزه طبعا بيبقى شكله بايخ، بس تنفع لو عايز تعمل حاجه زي فيها خيوط عنكبوت مش عارف ايه بتاع كلام من ده. هنا تراينجلز ممكن اقلبها كوادز، هنا هتبان قوي بقى اهي. بصوا هنا كده في الحته دي كده مربعات، لو انا قلت له كده هلاقيها بقت مثلثات. فانت حابب بقى الديزاين ده، حابب الديزاين ده زي ما انت عايز، انا هعمل ده زي ما هو تمام. وافتكر كده الدنيا تمام. ماتيريال انا مش هتكلم فيها في حاجه، تكتشر مفيش فيها حاجه، ريبيتر فيها. لو انا قلت ان انا عايز اتنين انستنس من نفس الافكت، كانك بالظبط بتعمل دبلكيت. ودي الميزه بقى، ان انا ممكن اعمل دبلكيت وراندوم، يعني مثلا هنا روتيشن ترانسليت تمام، ريبيتر ترانسليت يا ربي. لو انا زقيت ده كده فهلاقيه بيتزاح على اكس كده، حاجه كده مثلا. فانا كده مليت الديزاين. انا ممكن اعمل روتيشن على زد بحيث يبقى فيه راندومايزيشن اهو. لو انا مشيت كده كل ده مابه واحده بس اللي عامله البريدنس بس. بصوا حد خد باله؟ هو عمل كان بالظبط انت عملت دبلكيت للسوليد دي تمام؟ كان بالظبط انت عامل دبلكيت للسوليد دي. ما
بس يعني بس هي هي على فكرة ممكن تفيد، يعني ممكن تفيد لو انا رجعت ده زيرو ورجعت الروتيشن ده زيرو وقمت جاي مكبر السكيل. خليه 200 مثلا وقمت جاي منزل ده لتحت. تمام. وقمت رايح مخلي الاوباستي ده مثلا 10. خدت بالكم؟ عارفين انت شفتوا انتوا نظام ديزاينات الكلمه ورا الكلمه والقصص دي. تمام. هتبقى بالمنظر ده كده. احنا لو جينا عملنا كده هلاقي انا عندي اصلا 2 افكت. هلاقي اساسا انا عندي 2 افكت. تمام. ممكن تكي فريم الاوباستي، تكي فريم الاوباستي بتاعتها مفيش مشكله خالص. تمام. بس بصراحه التكست هيبقى شكله اظرف واحلى. ده كده الكاستمايزيشن اللي هيبقى على التكست. حابب تعمله تعمله، مش حابب برضه الدنيا ترجع. لكن انا اللي يهمني دلوقتي انا عايز اخد من هنا، عايز اروح للتكستشر بتاعتي واخد من هنا كنترول سي لفيوتشر واجي هنا واقوم حاططها كنترول دي. مش حاجه، خدنا من هنا حطينا هنا. تمام. الفكره بقى ان انا عايز ده هو اللي يبقى اسمه ايه، يبقى اللايك. فانا هاجي للتكست وهروح للاير واقوم قايل له كرييت ماسكس فروم تكست. عمل لي هي نفس التكست بس هي بقى عليها او اتحولت ل ماسكس زي ما احنا شايفين. هخلي التكست احتياطي. تمام. هخليها هنا احتياطي. اما دي تمام، فانا هقوم جاي رايح على سيبر، رايت كليك اد تو فيفورتس سيبر. هاجي هنا ببساطه اقوم رايح لكاستمايز كور واقوم قايل له لا انا عايز لاير ماسكس. طبعا الكور سايز عاليه قوي فانا هخليها 1. تمام. هخفي الماسكات، واهم نقطه عندي ان ده يبقى بلند مود بتاعه بسكرين، مش عايز اد. لكن الاهم من ده وده في ريندر سيتنج اقول له ان الريندر الكومبوزيت ما يبقاش على بلاك، يبقى على ترانسبيرنت، عشان لو احط باك جراوند وده فعلا هيحصل ما يعملليش مشكله. طبعا كاستمايز انت زي ما انت عايز، لكن انا هروح لسيلكت واختار اي واحده تعجبك من دول. انا هاخد ال باترونس باترونس بترون مش عارف المهم يعني هي دي، وهعمل كده وهروح للجلو سبريد وهقول له بوينت لا هقول له بوينت 3. تمام. بحيث تبقى بالمنظر الفيوتشرستيك اللي احنا شايفينه ده. ممكن البايس نخليه بوينت 2 بحيث نقلل الجلو شويه، او انك كده تخلي البايس بوينت 4 مثلا بحيث انك تزود الشاينس بتاع الجلو. كاستمايز زي ما انت عايز في سيبر، احنا اتكلمنا عليه قبل كده. في هنا الهالو سايز لو انت عايز تزود الهالو سايز، في هنا الهالو انتنسي. تمام. كور سوفتنس، كل الكلام ده اعتقد اتكلمنا عليه في مرات انفيد. تمام. فاحنا لو عملنا كده طبعا هنلاقي دي ظاهره من الاول. انا مش عايز ظاهره من الاول، انا عايز اجي هنا مثلا عند ال هنا يعني وهي بتتكتب. كده مثلا، واجي عن ده واقوم جاي حاطط الستارت. عندي الستارت وعندي الاند. تمام. هاجي هنا بمجرد ما بقت خلاص يعني الكلمة نفسها قربت تخلص، ارجع ورا سنة ماشي، وهحط كي فريم عند الاند اوفست وامشي مثلا 10 فريمات شيفت مش داون، ادي 10 كمان، ادي 10 كمان، واخلي دي 100%. هوريكم فيديو وارجع لكم مع بعض النتيجه. الجزء اللي جاي هنبدا نتكلم على الباك جراوند.